قبل ما ابدأ الفيلم ما تنساش تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه جون ومراته أليس، واللي بيكونوا عايشين في بيت صغير وظروفهم المادية صعبة جدا، لدرجة ان أليس لما بتصحى عشان تحضر الفطار لجون بتكتشف ان التلاجة فاضية. وبيخرج بعدها جون بالعجلة عشان يروح الشغل بتاعه لانه بيكون مش قادر يشتري عربية. وبيكون جون شغال كموظف تسويق في شركة تلفزيونات، والمدير بتاعه بيكون دايما متضايق منه. وساعتها أليس بتكون بتجهز نفسها لانها رايحة لمقابلة شغل، وفعلا بتروح لكنها بتترفض دايما زي كل مرة بسبب ان خبرتها قليلة جدا. ولما بتروح البيت بتدور على شغل تاني في الصحف، وبعدها بيخبط عليها صاحب البيت اللي اسمه ايرني عشان ياخد الايجار، وبيقول لها ان هي من ساعة ما اتجوزت جون حالتها بقت سيئة جدا. ولما بيوصل جون البيت بتقول له أليس انهم اول ما يدفعوا ايجار البيت هيكون رصيدهم في البنك بالسالب، وانهم لازم يتصرفوا ضروري. وبعدها بالليل بيروحوا حفلة في بيت واحدة صاحبتهم اسمها بيتون، وبيشوفوها وهي بترقص عشان تلفت الانظار ليها كالعاده. وبيقابلوا هناك اصحابهم تشيك ولويز واللي بيكونوا متجوزين هما كمان، وبيقضوا السهر هناك سوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما الحفله بتخلص. وبعدها بيروحوا، وتاني يوم بيصحى جون من النوم وبيكون تعبان جدا لانه شرب كتير في الحفله. وبعدها بيروح جون واليس عشان يشتروا شويه حاجات للبيت، وفي الطريق بيسالها جون عن المقابله بتاعه الشغل، فبتقول له ان الشغل كان اقل من امكانياتها عشان كده رفضوها. فبيقول لها تدور على حاجه اقل من امكانياتها عشان تتقبل. فبتقول له أليس ان هي صرفت مبلغ كبير على شهادة التخرج بتاعتها، وبترفض ان هي تشتغل شغلانة اقل من مستواها. فبيوعدها جون ان ظروفهم هتتحسن قريب، لكن فجأة بيدخل جون في عربية تانية وبيعملوا حادثة لكنهم بيكونوا هما الاتنين كويسين. وبعدها الشرطة بتيجي عشان تحقق في الحادثة، وبيكونوا على طريق قدام محل البيع التحف القديمة. وبتلاحظ أليس ان صاحبة المحل خارجة من البيت وبتاخد ابريق شاي شكله غريب وبتطلعه من برميل قديم. فبتروح أليس وراها وبتدخل المحل، وبعدها بيروح جون هو كمان وراها وبيسألها هي هنا ليه. فبتقول له ان هي بتدور على تحف قديمة عشان تعرضها على البرنامج المشهور اللي في التلفزيون واللي بيتكلم عن التحف الاثرية القديمة. وبعدها بتشوف الابريق القديم اللي كان مع الست وبتاخده وبتسرقه وبتطلع تجري بسرعة على العربية بتاعتها. وبعدها بتروح مع جون البيت. وتاني يوم بيكون جون في الشغل وبيتكلم مع واحدة زميلته، وبتوري له صورة للمدير بتاعهم وهو مع واحدة زميلتهم في الشغل على الرغم من انه متجوز. وأليس بتكون بتجهز عشان تروح مقابلة شغل تانية، وبيكون الابريق قدامها وهي بتكوي شعرها. ولما المكوى بتلسعها فجأة بتحس ان الابريق بيتحرك، ولما بتفتحه بتلاقي جواه فلوس كتير. فبتجرب تلسع نفسها تاني فبيطلع من الابريق فلوس اكتر. فبتفهم أليس انها اول ما تحس بالالم الابريق بيطلع فلوس، فبتفضل تخبط في نفسها عشان يطلع فلوس اكتر. وساعتها بيكون جون في الاجتماع مع المدير بتاعه، وبيقول له المدير ان هو مضطر يمشيه من الشغل لان جون بيكون ما قدرش يحقق المطلوب منه في الشغل. وبيروح بعدها البيت وهو حزين جدا وزعلان، فبيلاقي البيت فيه دم على الارض ومراته بتكون مغمى عليها على السرير ومجروحه. فبيقلق جدا وبيحاول يفوقها، ولما بتقوم أليس بتكون سليمه وبتطمنه. ولما بتعرف ان جون اتفصل من الشغل بتضربه على وشه، فبيستغرب من اللي أليس بتعمله. وبعدها بيشوف الفلوس وهي بتطلع من الابريق، وبيعتقد ان أليس هي اللي حاطه الفلوس في الابريق، لكن أليس بتقول له ان الابريق ده سحري وبتضربه تحت الحزام عشان تثبت له كلامها. فبيطلع الابريق فلوس كتير، وبيفضلوا بعدها يضربوا بعض الساعات عشان يطلعوا فلوس اكتر. وبيتفقوا انهم يدفعوا كل الديون اللي عليهم، وبعد ما يجمعوا مليون دولار يتخلصوا من الابريق فورا. وتاني يوم بيقرر جون ان هو ياخد الابريق ويرجعه لاصحابه عشان بيكون خايف ان الابريق يكون عليه لعنه وتسبب لهم مشاكل، لكن اول ما يروح المحل بيلاقيه مقفول. وبعد ما بيرجع العربيه بتاعته ويلمس الابريق بيسيطر عليه الابريق وبيقرر ان هو يحتفظ بيه للابد. وبيروح بعدها لمعرض البرنامج بتاع التحف واللي بيتعرض على التلفزيون، وبيعرض جون الابريق قدام كل الكاميرات. وساعتها بيشوف واحد اسمه الدكتور لينج الابريق في التلفزيون، وبيقرر ان هو يروح لجون ضروري عشان يتكلم معاه. وبعد ما بيرجع جون البيت بيتفق مع مراته ان هم يحتفظوا بالابريق، لكن الموضوع لو بدا يخرج عن سيطرتهم وبدا يعمل لهم مشاكل يتخلصوا منه فورا. وبيبداوا هما الاثنين يلسعوا نفسهم على البوتاجاز عشان يطلعوا فلوس كتير. وبتفكر أليس ان هي تروح تعمل جلسات ازاله للشعر عشان يحسوا بالالم. وكمان جون بيروح لدكتور الاسنان ومش بيستخدم المخدر عشان يحس بالالم، وبيقدروا انهم يجمعوا فلوس كتير جدا لانهم مش هيقدروا يعينوها في البنك لانها مجهولة المصدر. وفي يوم بيروح جون مع أليس لبيت والدتها، وبيقابلوا هناك اختها ماري وجوزها جو، واللي بيفضلوا يتكلموا مع جون وأليس وبيعايروهم لانهم ما عندهمش اطفال زيهم. وبتستغرب ام أليس ان بقى معاهم فلوس كتير بعد ما كانوا مفلسين، وبتعتقد ان جون شغال شغل غير شرعي. وبعد مده بيقدر جون وأليس يدفعوا كل الديون اللي عليهم وبيحتفلوا سوا. وبيقول لجون لأليس ان هو اخيرا هيقدر يعمل المشروع اللي كان بيحلم بيه دايما، لكن فجاه حد بيخبط عليهم الباب. ولما بيف
بيفتح جوني الباب بيلاقوا قدامه اتنين يهود وبيضربوه وبيقتحموا البيت، وبيفضلوا يدوروا على الابريق، وبنعرف ان هو بتاع جدتهم اللي سرقوه منها، وبيقولوا له ان جدتهم عملت المستحيل عشان تحافظ عليه، وبنعرف ان جدتهم اتوفت وقالت لهم على الموضوع بتاع الابريق قبل ما تموت. فبتضطر أليس ان هي تدي لهم الفلوس اللي طلعتها من الابريق بسبب ضرب الاخين لجون، وبتقول لهم ان هي باعت الابريق، وبتعمل ان هي طلعت الفلوس من هدومها عشان يصدقوها. وبعدها بيروح جون ومراته المكتبة عشان يدوروا على تاريخ الابريق، وبيكتشفوا ان هو كان موجود من القرن الاول الميلادي، وان حصل مجازر وخناقات كتيرة بسببه في كل العصور القديمة. لكن أليس بتقرر ان هي تقطع الصفحات اللي بتتكلم عن المخاطر عشان جون ما يشوفهاش، ويقرر ان هما يتخلصوا منه. وبتقول له ان كل الحاجات دي مش لازم تأثر عليهم، وانهم لازم يحتفظوا بالابريق ويستمتعوا بالفلوس اللي بتطلع منه. وفعلا بعدها بيبدأ جون يصرف من الفلوس وبيشتري عربية جديدة، وكمان بيشتروا شقة كبيرة هما الاتنين. وبعدها بيفتح مشروع المشروبات اللي كان بيحلم بيه دايما، وبيكون مبسوط جدا هو وأليس لأول مرة من زمان. وبعدها بيعملوا حفلة كبيرة وبيعزموا صديقتهم بيتون وجوزها ريكيك. وساعتها بيقدر الدكتور لينج ان هو يوصل لبيت جون، وبيطلب منه يتكلم معاه بخصوص الابريق، وبيقول له ان هو جاي من الصين مخصوص عشان يحذره من الابريق، وبيعرفه ان هو خطر على الشخص اللي بيحتفظ بيه. لكن أليكس بتتدخل وبترفض ان جون يسمع كلامه، وبترفض ان هي تديله الابريق، وبتقول له ان هو اكيد شخص نصاب. وبالليل بيخرجوا هما الاتنين مع بيتون وجوزها ريكي في المطعم، وبعد ما بيتعشوا سوا بتصمم أليس ان هما اللي يدفعوا الحساب، وبيكون معاهم الابريق. وبتقول أليس لجون يروح الحمام ومعاه الابريق عشان يجيب الفلوس، وبيفضلوا يسمعوا صوت جون وهو بيصرخ في الحمام عشان يطلع الفلوس، وهم مش فاهمين اللي بيحصل. وفي يوم بيعدي ارني وهو سكران من قدام بيت جون، وبيتجسس عليه هو ومراته، وبيشوفهم وهما بيضربوا بعض عشان يطلعوا فلوس. وبعدها بيخبط عليهم الباب وبيدخل البيت، وبيسالهم وهو مستغرب ازاي بقوا اغنياء جدا بعد ما كانوا مش قادرين يدفعوا حتى ايجار البيت. وبعدها بيغفلهم وبياخد منهم الابريق وبيطلع جري من البيت، وهم بيجروا وراه وبيتحايلوا عليه عشان يرجعوا لهم، وبيكون سكران ومش فاهم حاجه. وبعدها بيرمي الابريق على الطريق وبيمشي عليه بالعربيه بتاعته، لكن المفاجاه ان الابريق بيفضل سليم ومش بيحصل له اي حاجه. فبيقرروا هما الاثنين بعدها يروحوا للدكتور لينج عشان يتكلموا معاه، وبيقول لهم لينج على المخاطر بتاعه الابريق وعلى اللي عمله مع الاشخاص اللي احتفظوا بيه في كل العصور، وبيعرفهم ان هو بيصحي الجانب الشديد في الاشخاص وبيخلي الشر يسيطر على صاحبه، وبيطلب منهم ان هم يدوله الابريق عشان يتخلص منه بطريقته، لكنهم بيرفضوا. وبعد ما بيخرجوا من بيت الدكتور لينج بتحاول أليس ان هي تقنع جون بالاحتفاظ بالابريق، وبتقول له ان هم اشخاص طيبين ومش اشرار ولا يمكن الابريق يسيطر عليهم. وفي يوم بالليل وهم نايمين بيقتحم عليهم الاخين البيت، وبيقول لهم ان هم كانوا عارفين ان الابريق معاهم، وان هم كانوا سايبينهم عشان يجمعوا اكبر عدد من الفلوس وبعدها يسرقوها كلها منهم. وفعلا بعدها بياخدوا كل الفلوس اللي معاهم، لكن أليس بترفض ان هي تستسلم وبتضربهم بالابريق، وبتقول لهم ان كل الفلوس دي بتاعتهم. وجون بيحاول ان هو يدافع عنها لكنه بينضرب وبيغمى عليه، وبعدها بيضربوا أليس هي كمان وبيهربوا من البيت بالفلوس. ولما بيصحوا تاني يوم بيكتشفوا ان الابريق بقى بيطلع فلوس اقل من الاول، فبيضطر جون ان هو يروح لمالها ليلي، وبيحاول ان هو يدخل في خناقه مع واحد هناك عشان يتضرب، ومراته بتتفرج عليه وهي فرحانه لان الابريق بقى بيطلع فلوس اكتر. وفي يوم بتكون أليس في الشارع وبتشوف ولد وهو بيقع على الارض وبينجرح، وبتلاحظ ان الابريق بيطلع فلوس كمان لما الناس اللي حواليهم يحسوا بالالم. وبعد ما بيتعرف جون على اللي حصل بيروحوا هما الاثنين عشان يحضروا مباريات القتال بالابريق عشان يطلعوا فلوس كتير، وبيقعدوا جنب الناس اللي بتعمل وشم، وبيحضروا عمليات ولاده كتير في المستشفيات. وفي يوم وأليس بتكون سايقه العربيه مع جوزها بتشوف شخص غلبان ماشي على الطريق، فبتفكر ان هي تدخل فيه بالعربيه، لكن جون بيمنعها في اخر لحظه. فبتضايق أليس جدا وبتقول له ان هي مش هتسمع كلامه تاني لانه كان السبب ان هي تعيش في فقر كل الفتره اللي فاتت، وبتقول له كلام بيجرحه جدا. وبعد ما بتخرج من العربيه بتلاحظ ان الابريق كمان بيطلع فلوس لما بتخاف او تتضايق، وبيستجيب للالم النفسي مش الجسدي بس. ولما بتعرف جون على اللي اكتشفته بتطلب منه يأذي مشاعرها بالكلام، فبيقول لها كلام بيضايقها جدا، وبيطلع الابريق فلوس. وتاني يوم بيفضلوا يعترفوا لبعض، وكل واحد فيهم بيقول للتاني كلام يضايق، لحد ما جون بيعرف ان أليس خانته قبل كده مع ارني، فبيروحوا هما الاتنين بعدها لبيت ارني واللي بيكون معاه حبيبته براندي، وبيقول لهم جون ان هو عارف اللي حصل بينه وبين مراته. فبتضايق حبيبته براندي وبسبب كده بيطلع الابريق فلوس كتير، وبيلاحظوا بعدها ان كمان الاذى النفسي بقى بيطلع فلوس اقل من الاول، فبيقرروا ان هما يأذوا الناس اللي حواليهم عشان يطلعوا فلوس اكتر. وبيروحوا لبيت صديقتهم بيتون وبيفضحوها قدام جوزها، وبيعرفوه ان هي سابت الكلب بتاعهم في العربيه لحد ما مات، فبيضايق جوزها ريكي منها وبيطلع الابريق فلوس كتير. وبعدها بيروح جون لبيت المدير بتاعه وبيعرفه مراته ان هو كان بيخونها. وفي
في يوم بتقرر أليس إن هي تفضح أختها ماري ويتعرف جوزها على علاقتها القديمة، ولما بتروح أليس وجون لأختها عشان تفضحها، أختها بتكون خايفة جدا تفضحها، لكن أليس بتغير كلامها في آخر لحظة وبترفض إن هي تعمل كده. وبعدها بتفكر أليس إن هما لازم يقتلوا واحد من تجار المخدرات أو أي شخص شرير عشان الإبريق يطلع فلوس أكتر من غير ما يحسوا بأي ذنب، وبتوعد جوزها إن دي هتكون آخر عملية ليهم. وبعدها بيحفروا القبر اللي هيدفنوا فيه الجثة، لكن جون بعدها بيراجع نفسه وبيقول لمراته إن هما لازم يوقفوا كل اللي بيعملوه، وبيقولها إن الإبريق بدأ يسيطر عليهم، لكن أليس مش بتوافق وبتقول له إن هي هتكمل حتى لو سابها ومشي، فبيخيرها جون بينه وبين الإبريق وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيروح للدكتور لينج وبيحكوا له كل حاجة، لكن الدكتور لينج بيقول له إنه ما بقاش يقدر يساعده وإنه لازم يستنى لحد ما الإبريق يدمر حياة مراته، وبعدها ياخد الإبريق من الشخص اللي هيلاقيه بعدها. وبعد ما أليس بتخلص حفر بتطلع عشان تاخد دش، لكن فجأة بتشوف في المراية نفسها على شكل الست اللي سرقت منها الإبريق، فبتخاف أليس جدا وبتطلع تجري برا الحمام، وساعتها بتلاقي الورقة اللي كانت مخبيها من جون في المكتبة وبتفهم إن هو عارف كل حاجة. وبعدها بتلاقي جون قاعد على الشباك وبيقول لها إن هما لازم يتخلصوا من الإبريق، وبيحاول إن هو ينتحر وبيرمي نفسه من الشباك، فبتخاف أليس عليه جدا وبتقول له إن حياته أهم عندها من كل الفلوس. وبيفوق جون بعدها وبيكون كويس وبيطلعوا عشان يناموا، لكن بالليل بيصحوا على صوت في البيت، ولما بينزلوا بيكتشفوا إن إيرني سرق الإبريق، وبيروحوا بعدها البيت وبيلاقوا دم كتير على الأرض، وفجأة بيظهر إيرني بالبندقية ومعاه براندي، وبيكونوا عايزين يقتلوا جون وأليس عشان يطلعوا فلوس كتير، لكن فجأة الأخين بيظهروا هما كمان وبيمنعوهم وبيضربوا إيرني بالنار، لكن براندي بتضربهم هما كمان وبيموتوا هما الأربعة مع بعض. وبسبب كده المكان كله بيتملي فلوس كتير، وبعد ما بيجمعوا الفلوس كلها بيطلعوا عشان يلاقوا الدكتور لينج وبيديله الإبريق عشان يتخلص منه للأبد. وبعدها بمدة بيبعتوا شيك بمبلغ كبير لأصحابه متشيك ومراته، لأنهم عارفين إن ظروفهم المادية صعبة هما كمان. وبعد فترة بتكون أليس حامل أخيرا من جون، وبيكونوا فرحانين جدا وبيسافروا عشان يتفسحوا سوا، والدكتور لينج بيتخلص من الإبريق وبيرميه في المحيط عشان محدش يلاقيه تاني، وبكده بينهي المأساة اللي بيتسبب فيها الإبريق للأبد. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده.